السلام عليكم. اليوم غتشوفوا معنا واحد النتيجه ديال الترويض العين عند الطفل ديال العين الكسوله. شنو هي العين الكسوله؟ العين الكسوله هي الاطفال اللي تيكون عندهم شي مشكل عائق في البصر، مثلا محتاجين نظارات ولا عندهم مشكل اخرى اللي كتجعل ان واحد العين ما كتشوفش مزيان، ولا العينين جوج ما كيشوفوش مزيان، والدماغ في ديك المرحله ديال الصغر ما كيتعلمش انه يشوف، وكتكون الحده البصريه محدوده. فالاطفال كنقلبوهم كنلقاو مثلا ما كيوصلش 10 على 10، كيوصل مثلا 6 على 10 ولا 5 على 10، واخا بالنظارات، واخا تنديرو حنا النظارات ما كيوصلش. ففي هذه الحاله هذه اشنو كنديرو؟ كنعملوا فحوصات قبليه باش كنحيدوا المسائل اللي هي عضويه، ان ما يكونش عنده جلاله في العين، ما يكونش عنده مشكل في الشبكيه. كنعملوا لها توبوغرافي باش ما تكونش قرنيه مخروطيه هي اللي كتخبى وما كتبانش لينا في الـ في الـ في الـ في المجهر. فملي كنحيدوا هذه المسائل العضويه كلها كنقولوا بان راه المشكل فقط هو عين كسوله. وفي هذه الحاله كنقوموا بوضع واحد الضمادات لي بونسمون اوكولير اللي تنقوموا فيهم بالترويض العين، التغطيه ديال العين اللي هي مزيانه، وكنخليو ديك العين اللي هي ضعيفه كتروض وكتشوف. وهذا الشيء اللي وقع مع هذا الطفل هذا اللي كانت في الاول الحده البصريه ديالو فواحد العين 10 على 10، والعين الثانيه ما كتجاوز واحد 5 ولا 6 على 10. وبعد المثابره ديالو وبعد يعني الصبر ديالو والصبر ديال والديه، لانه تحمل انه يلبس واحد البونسمون ليل ونهار، وما كان يعني كيبقى النهار به كامل، وحتى كيغيرو في الظلام لمده شهرين، لان السن ديالو كيفوت 8 ديال 9 ديال السنوات. فالحمد لله اليوم كنلقاو نتيجه جيده جدا. كنا بدينا ب 5 6 على 10، اليوم حنا في 9 على 10، وحنا كنشجعوا هذا الطفل كما كنشجعوا جميع الاطفال وجميع الاباء وجميع المدرسين اللي كنشكرهم بزاف اللي كيكونوا في المدارس، واللي هما تيتعاونونا في اكتشاف هذه الحالات عند الاطفال، وكيرسلوهم الاطباء باش انه يقوم بالتشخيص ديالهم. دائما كنقول ان الاطفال خصنا نفحصوا لهم الشوف ديالهم محدهم صغار، وخصنا نفحصوا عين بعين، لان هذا الطفل هذا كل ما تفحصاتش عين بعين هو بالنسبه لواحد العين راه كيشوف بها مزيان. فالهدف من هذا الفيديو هو نبين ان كسل العين هو كيشكل مشكلة عند 6% ديال الاطفال. اذا خديتي 100 طفل عندك 6 عنده عين كسوله. هاد الاطفال ضروري كنخدعوهم لواحد الفحوصات دقيقه، منها الفحوصات ديال المجهر، منها الفحوصات ديال الطوبوغرافيه القرنيه باش نتاكدوا ان ما كاينش مرض قرنيه مخروطيه. ومن بعد الى تاكدنا بان العين كسوله فتنقوموا بهذه الضمادات اللي كيعطيو نتائج جيده ونتائج هائله. وكل ما كان الطفل صغير في السن، يعني 5 سنين 6 سنين، كل ما النتيجه كتكون سريعه. كل ما تعطلنا في 10 سنين 12 سنه، كل ما كتاخذ النتيجه كتعطل شويه، ولكن ما تيعنيش نهبطوا يدينا. كاين الاطفال اللي عندهم حتى 15 و16 وحتى كبر اللي تم عندهم الترويض وكانت عندهم واحد النتائج اللي هي متوسطه وجيده او متوسطه. فهذا اللي بغيت ناكد عليه، الانسان ما يحطش ما يهملش هذه الحالات وما ياسش. فالحلول كاينه وبسيطه، انتم كتشوفوا بدون لا عمل جراحي ولا حاجه، غير نظارات ودي بونسمون وشكرا.